الحمد لله راح نواصلوا في هذا المنوال في برنامج كبير لصون الغاز في الشبكة، كذلك الشبكة التوتر العالي والتوتر الجد العالي وكل مراكز تحويل الكهرباء التي ستنجز في الجزائر، برنامج كبير نواصل عليه لأن الطلب على الكهرباء راكم شفتوا في تزايد، ممكن هذه السنة ممكن جدا نوصل 20,000 ميجاوات كطلب كذروة طلب على الكهرباء، وهذا عندنا كل الإمكانيات لسد هذه الطلبات. عندنا الآن شبكة تري ريزيليونت، يعني قادرة تصمد لكل هذه الطلبات والطلبات المتزايدة على الكهرباء. كما تعرفوا احنا صون الغاز حققت مجهود كبير في تغطية الكهرباء بالنسبة للزبون العادي، يعني الكليون اوردينار في المنازل، وكذلك الزبون الصناعي والفلاحي، اكثر من 60,000 موقع وبيريمتر أغريكول راهم الآن مربوطين بالشبكة الكهربائية، اللي خلت الآن أن هذا الذروة راه يزيد، يعني الطلب على الكهرباء راه يزيد، وهذا الشيء مؤشر إيجابي، لأن عندما تكون الطلب على الكهرباء يزيد في الجانب الاقتصادي يعني الصناعي والفلاحي، هذا مؤشر إيجابي بالنسبة للدولة تاعنا، بالنسبة لبلادنا، أن في قيمة إضافية تخلق الآن وتكون من طرف بفضل هذه الطاقة المتوفرة في كل أنحاء الوطن.